اللي اكتسبها الفريق لاعبين كمجموعه وايضا الجهاز الفني مع لاعبينه يوم بعد يوم تزداد وتزداد قوه يا ابو خالد. اليوم مسقط في المركز الثاني بال يعني الاسماء الشابه اللي في الفريق وايضا انهم يكونوا في المركز الثاني ويقدموا مباريات قويه وجيده ويكسبوا ما شفناه، لكن 2-0 امام فريق ايضا صحيح انه فريق متذيل الترتيب، فريق اقل من مسقط عطاء ونتائج واداء في ارضيه الملعب، الا انه مسقط بيحاول انه يحافظ على القيمه اللي اكتسبها ابو خالد، القيمه اللي اكتسبها بانه يكون فريق ما يخسر وانه يجمع عدد كبير من النقاط، وهذا اللي الى الان حاصل اللي ناجح فيه طبعا بالفريقين. بالاضافه اللي انا اعتقد بانه الثقه اللي اكتسبها الفريق من الناحيه النفسيه والمعنويه هي الاهم، صح انك قادر يفوز وهي الاقوى من الناحيه الفنيه، من ناحيه الامكانيات الفنيه بالنسبه للاعبين، اشوف انه الجانب المعنوي هو اللي يعني كان الفارض وضعيته هو لما يقول لك الفريق قادر افوز فعندهم روح معنويه جيده. نعم، وعطى اللاعبين ثقه في انفسهم بامكانياتهم بقدراتهم، حتى لو كان امكانياتهم اقل من الفرق اللي بعض الاحيان اللي بيقابلوها، ولكن هذه الثقه اللي اكتسبوها هي اللي بتعطي النتائج الايجابيه. وايضا الكابتن ابراهيم الصبار انا اعتقد انه عمل توليفه وعمل تشكيله وعمل طريقه تناسب امكانيات اللاعبين، وهذا انا شاهدته حتى في مباراه الكاس امام نادي ظفار، الفريق ما كان سيء، كان هو الافضل. صعوبة خرج. نعم، لكن هذا يعطيك انه الدليل المؤشر بانه الفريق الكابتن ابراهيم صومار عرف قدرات وامكانيات اللاعبين، وهؤلاء اللاعبين بيشتغلوا على هذا الجانب. ما هم بيلعبوا باكبر من امكانياتهم، ما هم بيلعبوا على انهم اقل من الفرق صحيح. الاخرى. هذه الثقة اللي اكتسبوها كلها عوامل صحيح. ايجابية، وانا احب اشيد بالعمل اللي قام فيه الجهاز الفني وايضا اللاعبين في ارضيه الملعب،